كل عام وحضراتكم بكل خير. كل مشاهدي إكسترا نيوز، رمضان كريم عليكم وعلى كل بيت في مصر. هنكون معاكم من هنا من قلب الشارع المصري ووسط الناس علشان نعرف إجابات كتير لعدد من الأسئلة الدينية خلال شهر رمضان الكريم. وسؤالنا النهاردة هيكون: من هو النبي الملقب بالكنز؟ تعالوا نشوف هيكون إجابات الناس في الشارع. الكنز أول مرة أسمع الاسم ده، بس سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام. النبي الملقب بالكنز سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا يوسف. سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه السلام. كنز إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام. يعني ممكن يكون سيدنا محمد هو خير الأنبياء. وبعد ما سمعنا إجابات الناس في الشارع، خليني أقول لكم الإجابة الصحيحة هي إيه. الإجابة الصحيحة والنبي الملقب بالكنز هو النبي إبراهيم عليه السلام، ولقب بالكنز نظراً إلى الصفات المميزة العديدة في سيدنا إبراهيم عليه السلام كالقوة والكرم والصبر. كنت معكم زياد قاسم، إكسترا نيوز.